المنتخب الأولمبي لسه قادر يخلينا نحلم. بعد ما كسبنا إسبانيا وتأهلنا أول المجموعة، قدرنا نكسب باراغواي بضربات الجزاء، وبقينا في نص نهائي الأولمبيات لأول مرة من 60 سنة. لعيبة رجالة وتفرح، بيلعبوا لحد آخر نفس. في الدقيقة 88 بيتعادلوا، بعد ما كلنا كنا محضرين بوستات شرفتونا يا رجالة بدلناها برفعتوا راسنا يا رجالة. هنتكلم عن مين ولا مين؟ الأسد حمزة علاء ولا المايسترو نني ولا الرايق كوكا ولا اللي لازم يحترف إبراهيم عادل ولا صابر ولا شحاتة ولا زيزو ولا مين؟ مفيش كلام هيوصف فرحتنا بيهم، بس هم عرفوا يوصلوا فرحتنا بيهم.